العدد كبير تبارك الله ديال الحسون الطيلة ومخالطة مع طائر التفاحي ومجموعة من طيور الزينة. شوفوا هاد البلاصة زوينة تبارك الله، وخليكم معنا باش غادي نبداو الصيد دابا ان شاء الله. شوفوا تبارك الله، شوفوا كيفاش غادي يطير الفرق في عدد كبير ديال الحسون. شوفوا كيفاش يدور عليا على الموسيقى ديال الطيلة، اللهم بارك تبارك الله. خليكم معنا اخوان. المهم احنا دابا في البلاصة فين غنصيدو اليوم ان شاء الله، بلاصة كتبان ليا مزيانة. حنا اللي قلنا البنية ديالنا هي فين هي، خليكم معنا غادي تشوفو كيفاش تشدو الفراخ.
الاخوان ديال البلاصه فين صيدنا اليوم الحمد لله اليوم داز مزيان، استطعنا باش نصيدوا عدد كبير ديال طائر الحسون، واضطرينا باش نطلق النتوة ما نشدهاش، شديت غير الدكر حيت ما بقاش عندي فين ندير. واخا كاين البرد كان الريح اليوم بزاف، ولكن كانت حتى سطايله اليوم دايره مزيان. ها كيف ما كتشوفوا، عمرت التروسات بجوج وعمرت الكاجو والصندوق حتى هي. هذه بلاصه زوينه اللهم بارك، فريخات زوينين، فريخه ديال المهاجره طيور اسبانيا كيف ما كتشوفوا، البلاصه اللي بدات كتنوض فيها الربيع. اليوم كان الريح بزاف اللي خلى عمليه الصيد تكون صعيبه، ولكن الحمد لله كانت سطيله موجوده كانت دايره، ولو كان ما كانش الريح كون تكون حسن، ولكن دابا حتى دابا مازال نقدر نصيد، مازال نزيد الفراخ، ولكن ما بقاش عندي فين نديرهم بحكم جبت غير صندوق صغيره. والله يجعل البركه، بارك الله، يجعل البركه.